بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن غسالة ال جي. طبعا الغسالة دي 8 كيلو بالدراي، الموديل ده قديم شوية زي ما احنا شايفين، دي البروجرامات بتاعتها ودي الاوبشنات بتاعتها. هي الغسالة دي فيها مشكلة، بس المشكلة بتاعتها كبيرة شوية. هنشوف دلوقتي المشكلة بتاعتها ايه. هنقيد باور اهوت، هعمل تيست مود ونشوف عن طريق التيست مود. نضغط ستارت كده، بدأت الحالة تلف اهيت، يعني في ظواهر للمشكلة دلوقتي حالا. طبعا الغسالة بالدراي المجفف اهوت، طبعا ضغطت ستارت، الترومبة بدأت تشتغل والحالة بدأت. طبعا زي ما انتوا شايفين الصوت عامل ازاي، ده طبعا صوت لو واحد ميت هيصح الميتين، ده صوت رهيب يعني. ده طبعا بلي، الصوت ده صوت بلي. فطبعا لما اي عميل بننبه على اي عميل ان يبقى الغساله بتاعته فيها الصوت ده، ما يشغلش غساله نهائيا، لان البلي ده ممكن يبوظ له الصليبه، ممكن ياثر على الحاله الخارجيه يعمل فيها شروخ. فده صوت بلي، لازم البلي يتغير. حتى الصوت كمان يعني هو في التكييف ظاهر جامد، حتى في الغسيل فيه صوت، يعني البلي نادر نادر جدا لما بيظهر مع الغسيل. هنا عندهم البلي ظاهر مع الغسيل برضه، يعني نلاحظ في صوت اهو، اللي هو النحره بتاع البلي اهيت ظاهره مع الغسيل، مع الحركه يمين وشمال واضح، بس طبعا مع التكييف ظاهر خالص. فيعني ايه، ننصح اي حد عنده المشكله ديت او عنده الصوت ده يوقف الغسيل على طول مباشره، ما يشغلهاش. ده صوت الترومبة، ملوش علاقة خالص بالبيلي ولا بالمشكلة بتاعتنا. طبعا احنا هنفكك الغسالة دلوقتي حالا، وهنبدأ ايه نغير البلي بتاعنا، وهنشوف ايه المشاكل الداخلية واحنا ايه شغالين دلوقتي، او لو في حاجة سلبيات حصلت هنعرف دلوقتي. احنا كده فكينا الديسبلي اهوت، اللي هو الوش بتاع الغسالة، ده الديسبلي بتاعها كده فكناه. طبعا بالتلات جاكات بتوع الكهرباء اهيت، واحد اهو والايه الناحية التانية اهي. هنبدأ طبعا زي ما احنا شايفين، ده السادة اهو، السادة بسبب المسحوق، ان العميل بيكتر المسحوق في الغسالة، فبالتالي يطلع هنا كده يعمل لي صدى في المسطرة بتاعة الغسالة هنا كده اهو، زي ما احنا شايفين كده، حتى المسامير بتاعة الغسالة. طبعا ده هتعذبني، طبعا المسمار ده هيعذبني انا بفكه، بس ان شاء الله نفكه يعني باذن الله. المسمار ده نضيف ازاي عشان بعيد عن الدرج، فنخلي بالنا كتر المسحوق اللي بيأثر ويعمل المشاكل دي. يبقى احنا زي ما اتفقنا في الفيديوهات انا كنت شارحها قبل كده، ان المسحوق بنحط في الجزء اللي هو الكبير في الدرج تلات ارباع الكمية، وجزء صغير بنحط فيه ربع الكمية، بس مش الشكارة. ده بيجيب الكوباية ونقسم الكوباية نص، بس نص الكوباية يبقى تلات ارباع نص الكوباية في الجهة الكبيرة، وربع نص الكوباية في الجهة الصغيرة. أكتر من كده يبقى كده إيه، يعمل نفس المشاكل اللي بتحصل قدامي دلوقتي. ماشي.